وينكم يا بنات؟ دلال، ريحانة، وداد، تعالوا لشوف. شوفي يا عمو، شوفي. عدوا لشوف امي، عدوا. حاضر. ايه يا عمو. شوفوا يا بنات، ابوكم بعت لي خبر انه صفيه اخت الباشا جاي تزورنا. يوه يا امو، وليش بدها تزورنا صفيه خانو؟ بدها تزورنا لانه جايه تخطب لاخوها الباشا. ليش، مين بده يتجوز الباشا يا امو؟ اكيد انا يا امو، لانه انا احلى وحده بيناتكم. لا حبيبتي، اكيد انا مو انتي. ايه لا حبيبتي، انا الاحلى. شو يا امو، مزبوط ولا لا؟ خلصوا انتو التنتين، لانه الباشا بده يجي يخطب، ما على حلاوتكم يا امو. بس انا الاحلى. لا حبيبتي، خلصوني بقى، ما عاد في وقت هلا، ما بقى الا يجوا. بتحملوا حالكم، بتفزوا، بتنطفوا البيت، هيك تعملوا مثل البروانة انت وياها وياها. سمعانين؟ لعيوني يا عمو. ايوه يلا بسرعه. قوام رح تختارني انا؟ لا اكيد انا. قال قالوا له يا حواجبه يا عيونه، قالوا له بكره على المغتسل ببان. ايه شو فهيمه، ما شاء الله حولك. بسرعه دنيا حتى. حاضر يا عمو، حاضر. رح يختارني انا وحياتك. شوفي الى انا. ما شاء الله عليهم، ما شاء الله. بستان ورود يا أم أكرم، بستان ورود. تسلمي يا رب، تسلمي. والله خجلتينا، شرفتونا وآنستونا. الشرف إلنا يا أم أكرم، أصلكن ونسبكن بيشرفنا وبيشرف كل بكاوات الشام. تسلمي يا رب، تسلمي. يعني الواحد يحكي الحق، ما شاء الله عليكم، سمعتكن سابقتكم بكل الحارات، أدب وأخلاق وحشمة وكله من كتيره. مشان هيك صفية خانهم اجت لهم مشان تخطب وحدة من بينات لأخوها الباشا. يا ميت أهلا وسهلا، بتشرفونا. هاي هالبنات صبايا قدام منكن، نقي واستحلي يا ست صفية. لا يا أم أكرم، رح اختار بعد الاختبار. رح تسألون سؤال بسيط وصغير، وبدها كل وحدة لحالها. يلي بتعرف تجاوب عليه رح تكون من نصيب الباشا. فشو قلتي؟ اسمعيني يا وداد، هذا الاختبار رح يحدد الزواج. في مشنقتين وفي ثلاث أشخاص، أبوكي وجوزك وابنك، وإنتي لازم تختاري واحد بيناتهم يضل عايش. مين بتختاري؟ بختار زوجي يعيش. اختار ابني، لأنه هاد من لحمي ودمي. ما بقدر، ما بقدر أتركه. بس يا خانم، أنا كنت بدي أقول لك أنه أنا بدي أختار أبي، لأنه البنت ما إلها إلا أبوها، هو عزوتها من هاي الدنيا كلها. شو يا ريحانة، هي ثالث مرة بنسألك ولهلأ ما جاوبتي. أبوكي ولا جوزك ولا ابنك، مين بدك اياه ينشنق؟ اخر مره رح اسالك هذا السؤال، مين بدك يضل، ابوكي ولا زوجك ولا ابنك؟ جاوبي. هي بلاكي بقتلك، ولك قديشك حوبة، ولك ليش ما أجاوبتي؟ ليش؟ إيش كان أنت ما بدك تتجوزي، فأنا وأختك بدنا نتجوز، ولك هذا الباشا، لك الباشا مو حي الله. أختي أنت ما جاوبتي، خلص أنت شو بدك فيني؟ أين بلا جاوبت، وأنا متأكدة أنه رح تختارني، لأنه أنا مو بس الحلوة بيناتكم والأذكى كمان. وأنت دلال شو جاوبتي؟ أنا اخترت ابني، لأنه حسيت أنه هذا الجواب الأفضل. شنو صفية خانم ما
محرومة من الضنا. قلت لحالي أكيد حتختارني لأني اخترت الابن. ما شاء الله حولك، ما شاء الله حولك، حوطتك بأنوار النبي. قديشك فهيمة وذكية. بعدين بتعرفوا أنا شو اخترت؟ قلت لزوجي. بعدين يا بنات، صفية خانم ليش رح تتحمل كل هذا الاختبار؟ مو مشان تأمن على أخوها الباشا وتعرف إنه البنت اللي رح تنقي له إياها رح تختاره على كل الناس؟ إيه بس بعدين غيرت قالي وقلت لأبي. بتعرفوا ليش قلت لأبي؟ مشان تعرفوا إنه إحنا بنات أصول وما عم نتخلى عن أبونا؟ لهيك رح تختارني أنا؟ صفية خانم رح تقولكم شو قررت ومين اختارت. اسمعيني يا أم مكرم، بناتك يخز العين عنهم، كلهم حلوات ومؤدبات وبياخذوا العقل ومربايات على الغالي. أنا عملت هذا الاختبار لحتى أفهم أعل كل وحدة فيهم. لما سألتهم هذا السؤال، مين بتختاري، أبوكي ولا زوجك ولا ابنك، في أسئلة بالحياة ما فينا نجاوب عليها، في أسئلة بالحياة مستحيل إنه نجاوب عليها وما لازم نجاوب، لأنه نحن ما فينا نختار بين الأب والزوج والابن. لهيك سألتهم هذا السؤال. المفروض يكون الجواب على هذا الشيء الصمت. بنتك وداد أول شيء اختارت الزوج، بنتك دلال اختارت ابنها، رجعت وداد واختارت أبوها، وكلهم كانوا غلط. أفضل جواب على هيك أسئلة هو الصمت. واللي رح تكون زوجة الباشا هي يلي اختارت الصمت على السؤال، واللي هي ريحاني. الواحد يختار بين قلبه وروحه وأنفاسه. الأب هو سند البنت وملجأ بالحياة، هو اللي رباها وكبرها وقواها. الأب هو قوة البنت، والزوج هو اللي سترها وغطاها، هو رفيقها وشريكها. أما الابن فهو قطعة من روحه، قطعة من قلبه. فكيف هي البنت تختار بين هالثلاثة؟ لك أنا بختار موت وما أنحط بهيك موقف. واحد شايفك عجب على رأسه؟ على رأس. على رأس. الله يعوضك يا أخي. من مال الله يا محسنين. صفوا نيتكم قبل ما يجي يوم القيامة. الله يعوضك يا أخي. من مال الله يا محسنين. الله لا يحيجكم إلا لوجهه الكريم. الله يعوض عليك. شو هذا ولا كرموه؟ من إمتى نشوف شحادي عندنا بالحارة؟ علمي علمك، أنا أول مرة بحياتي بشوف شحادي حرمي عم تشحاد. لك إمتى حلوة كمان. لا تكون هي مانا شحادي. ها شو قصدك؟ قصدك لتكون من تبعات القلقلة؟ لا ما قلنا هيك، الله أعلم. الله لا يحيجكم لحدا ظالم. أعطوني من مالي اللي أعطاكم، من أصحاب الرزق المسروق، من أصحابينه. عبدو إلي يا أبي. تعال يا أبي تعال. مرني يا أبي، روح قلي عليالي هالشحادة من هون. أوام. حاضر يا أبي حاضر. يلا اختي يلا. قال الله يا محسن. يلا اختي يلا روحي إيه؟ حاجبها يلا. يلا اختي يلا. مبروش وكيلا. لو كان الشحادي والله ما بصير. امرا تكرم. ايش الحالة يلا احنا. اذا بترجع هي الشحادة مرة ثانية لهون بتقلع فهمت؟ امرك يا ابي امرك. روح على الشغلة. كان ناقصني.
بري عليك ولك كرموه. والله مضبوط كلامك، طلع بالموضوع في إنا حتى تعرف صاحبك. الله حياك. شعر شو هيك شعر؟ قلبي محروق منه يا معروف، هو عايش بالنعيم ونحن هيك عايشين بالجحيم. تركيه منه لربه، هو بياخذ لك حقك منه. إيه لا، ما رح يرتاح قلبي لحتى اخذ كل حقي منه. بس انتي غلطتي، غلطتي لما بعتي البنت تشحد، بلكي عرفها خالها او ابن خالها. لازم انتي رحتي وطالبتي بحقك. ايه بس انا ياما رحت لعنده واكلت منه بهادل وتقليعات لحتى صفينا على هي الحاله، لا مصاري ولا اكل ولا شيء، وعايشين من مال شحاده. يا رب يا رب لا تحيجنا غير لوجهك الكريم يا رب. آمين يا رب. لك انت ليش مالك عم تدوري له على العروس ابن الحلال هذا؟ بس تقبرني ابن عمي من عيون التنتين. يلا اعملي لك امي، لاقي له شي عروس تكون حلوه مثل حكايتي. الله عليك ابن عمي، بكره رح دور له على عروس تصير قلبه مخبطه. حجدي قد ما بتقدري حجدي. بامرك انا. يا بدنا نفرح فيه. ان شاء الله. الله يخلي لي اياكم يا ابي. يلا يلا اعطيني احلى كاسه شاي لاحلى معلم ابو عبدو. على راسي. نسيت. لا كيس لابو ايديك. رجع لعندي بسرعه روح. يلا حاضر حاضر. وهي احلى كاسه شاي لاحلى معلم ابو عبدو. يسلم على روحك. من مال الله. من مال الله. من مال الله. الله يعطيك. الله يستروا علينا. الله يعطيك. الله يخليك. الله يعطيك. شو هذا ولا كرمو؟ صاروا أكثر من حرمة عم يشهدوا. أخي الله العليم في قصة كبيرة. شو يعني قصة كبيرة؟ ما عم أفهم عليك، فهمني. هي القصة وراها المعلم أبو عبدو ما في كلام. أنت عم تحكي كلام كبير ها؟ عم تحكي كلام كبير. شو أبو عبدو ما أبو عبدو؟ أخي خلينا نشوف وبنعرف. أليم رجال على رأس الشباب. أليم عبدو. كأنه سمع سيرة أبو عبدو على لسانك أنت وياه. وين عبدو؟ ما حدا جاب سيرته لأبو عبدو. السلام عليكم. ولك ولك أنت شلون بتفوتي لهون؟ على قهوة رجالي قليلة الترباية شلون؟ أنا قليلة الترباية ولا أنت أكل لي حقي؟ استري حالك يا حربة. مستورة غصب عنك، وما بطلع من هون لآخذ حقي من أبوك. انت مالك عندي شيء؟ الي لحظة ابو عبدو، انا هلا بدي افهم شو قصه الحريم. انت ما بتتدخل شيء ما بيعنيك، يلا تعالوا لبرا. لا حبيبي لا، لا يكونوا هدول نسوان الكلام هلا تبعك. لحظة لحظة، ليش هيك عم تحكي؟ حبيبي انا عم بحكي مع ابوك، يعني عم بحكي مع الكبير، لما بحكي مع الكبير الصغير بيقعد على جنب. لا بقطعك. خلصنا عبدو، خلصنا. حقك على شواربي. حق الله وكيلك، مالك علي. هي الخناقه اللي عملناها بالقهوه كلها عملناها اصلا لانه ما هان علينا حدا يطلع على عرضك او عرضك تشحد بالقهوه. مشان هيك انا سكتت وما كبرت القصه.
يعني شو بدك كبير قصة مثلا؟ شو بدك تساوي يعني؟ موفى بشرفك، ما زيد على قلبي الله يخليك، والله ماني متحمل. لا يا سيدي في داعي. خلصنا بقى انت وياه، شو بكو؟ اخي المهم ما صار دم بيناتكم. حلال وضايب كل هذا. الله حيك لك عبدو. عبدو انا بعرفك الرضاي وبعرفك زقرتي. ان شاء الله ان شاء الله فهمه لابوك يحط حد للموضوع ولا يخلي اهل الحاره يحكوا على عرضه. انا اعلي ما بيحملني والله العظيم بعمل بلا. ها منيح اللي عملتي هيك، وفيقتيني على اللي عملته معك يا اختي. شو بفهم منك؟ سامحيني يا اختي، سامحيني انا ظلمتك كثير. مالي مسامحتك ليوم الدين. بوس ايدك سامحيني، سامحوني يا جماعه الخير. مالي مسامحتك لحتى ترجع لي كل حقي. اللي بدك اياه رح بيصير، بس انت امريني. شو يعني؟ فهمني. انا هلا رح اعطيك كل حقك على دوز باره. رح اخطب بنتك لابني عبدو. شو بدك احسن من هيك؟ سامحيني. ماشي يا اخي. الله يسامحك وصاري. الله يسامحك والله يستر على اولادك. اسمعي، بناتك هن عرضي، عرضي وشرفي. فبدي دير بالي عليهم. بقى يا رجال شو بك كن؟ ما رح كن، ما رح كن للاقي حل الموضوع. لا تقلي لسه عم تفكر بعزايم رمضان. طبعا يعني اذا ما فكرت بعزايم رمضان بشو بدي افكر؟ اي والله ماني ملاقي حل لشيء. والله معك حق. شنو اذا قدرنا نهرب السنين الماضيه من اهلك وقرايبينك، بس السنه غير. كله من اهلك. لو رضيوا يستقبلونا هذا رمضان عندهم ما كنا فتنا بخيلة انه مين بدنا يجي لعنا ومين بدنا يروح من عنا ومين بدنا نعزم برمضان. ولك طلعنا من مناخيرهم يا رجال، كرهونا قد ما لبخنا عندهم. لك والله اكل هم انا شي يوم يجي وننحرج وعزم اهلي او اهلك لعنا على رمضان؟ لا سمح الله طبعا. يا والله ماني عرفان شو بدي اعمل. لك والله وانا مثلك، يعني انا 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 بموت اذا بدي اسقي حدا فنجان قهوه، فكيف اذا اضطريت احلفه؟ لك بتعرفي لك نوره، انا بحمد رب العالمين انه الله طعمني بوحده بنت حلال مثلي، تفهم علي طبعها مثل طبع ايدها هيك كامشه هيك مثلي. ابن عمي تخيل انت بخي ومأنتي، وانا اكون لا سمح الله كريمه ومبعزه. والله لا تجيك الجلطه. الله لا يقدر، الله يطول بعمري. امين يا رب العالمين. عمي استهدي بالرحمن وخلينا نفكر كثير منيح كيف بدنا نلاقي طريقه نكش اهلك عنا هالشهر. يا رب الله يعطيني القوه لتكتك قصه قويه تقنعهم انه ما يجوا لعنا. لا بدهم يقتنعوا غصب عنهم. يا فرحة قلبي طاير عقلي، واخيرا رح اروح افطر ببيت سلفتي نورة. لك ايه يخرب بيت قلبها، لانه على قد ما انا قارحة وبخيلة نتني. عن جد مو معقول شو بخيلة، بس يا مو يعني مدك يعني انه ما تزعلي مني. ايه لسه اخي ابخل منه بكتير. بعرفه لك ابني وبعرفه، لكان من شي قليل كان يروح من اول رمضان لبيت حماه لحمص لحتى يقعد عندهم ويلبصين. صحيح مرت عمي؟ ايه ليش هالسنه ما عملوا ذات الشي؟ اي اكيد تقلعوا. شو يا مو؟ ما صار الوقت انكم تروحوا على بيتكم بقى يعني بهيك بريحه طيبه؟ شبك يا مو عم تقلعينا من بيتي؟ لك لا يرسل في القصة، مو قصة تقليع، بس والله البيت ما بيحمل كذا عيلة. شو قلتي يا بعدي؟ ليكو البيت مع أحلى شرح واسع بيسع 20 عيلة، وقفت علينا يعني؟ بعدين ما في أحلى من لمة رمضان، جمع الأخوات مع بعضهم،
والحبايب مو هيك علمتينا يا مو؟ شبنا اخي شبنا امك عم تمزح معك، هذا البيت بيتكم وامتى ما بدكم بتجوا بتنورونا. عم تمزح عماد؟ عم تمزح مو هيك دوبرني؟ لا ما عم يمزح، اخي كل عمره قبضاي وقدع وكريم وشهم. سبحان الله، الله خلق اخين ما خلق طبعين. مرت عمي بتقصد انه مثل ما عماد عزمك على الفطور عنا، الى عين بليز شي مره وعزمنا عندك. والله ابني جابر قد وقدود يقبر قلبي يقبر قلبي، خلص انا بالنيابه عنهم هن الاثنين، بكره معزومين عندهم على الافطار. شاركيني بأفكارك، شاركيني بأفكارك مشان شاركك بأفكاري. بتروح لعند أهلك وبتقلن إنك جبت الخضرة والفواكه واللحمة مشان العزيمة. شو خضرة وفواكه لك يا حبيبي عم قلك بتقلن إنك جبت الأغراض وعم نستناهن. وبعدين أنت وجاي على البيت عم تفتح الباب بالمفتاح بتسمع صوتي وانا عم ولوي، بتفوت لجوا بتلاقيني واقعه من الدرج على الارض، وبعدي انا بكون لافي حالي بالشاش وحاطه الضوء الاحمر تبع الجروح على وشي وايدي وكتافي ورجلي وعلى اساس اني انكسرت وانعطبت. بكي لعندي بك على هالافكار ما احلاها، قسما بالله العظيم ما حدا بيفش خلقي غيرك. عشان تعرف قيمتي حبيبي بحجبك انا. روح ركض جيب لي الشاش والدواء الاحمر. ايه مو لعيونك، انا من عيوني بتمحقن. ايه بس انتبه ابن عمي لا يقنصك بالسعر فاصله. عيونك شغلتي هي. لك اخ يا نوره. ساعدوني دخيلكم دخيلكم ساعدوني. مشان الله انا عم بتوجع موجوعة دخيلكم. لك شو هاد؟ شو كل هالغراض شو جاي منتي؟ إن شاء الله سم الموت، سم الموت اللي بيتزمهر عندي بالبيت هون يتزهرم وياكل ويشرب عندي بالبيت. مين قصدك أنا؟ لك لا مو أنتِ، أنتِ مثلي، أنتِ بتموتي من الجوع وما بتدفعي القرش، أنتِ بتشبهيني مو قصدي أنتِ. مين؟ أهلي. لك أنا مو بعتك لعندهم مخصوص لتقول لهم شو صار فيني. يا ذكية في شغلة ما نحس من حسابها. شغلة شو؟ النخوة. لما عرفوا انك مكسرة ومطبشة صاروا بدهم يجوا يخدموكي براسهم. ايوه. لا حبيبي لا، انا لا حدا يجي لعندي ولا يزورني وانا بخدم حالي بحالي. ايوه ان شاء الله صدقتي حالك، كذبتي الكذبة وصدقتيها، عم تسوقي بالقصة انك مكسرة. ايه انا بس يجوا لعندي بعرف اتصرف. شو؟ أن نحن زرنا عندهم فترة بدهم يردونا لزيارة. يا حبيبة قلبي اجينا لنكحلها قمنا عميناها، يخرب بيتك على هالأفكار اللي أعطيتيني إياها، كل شيء وفرناه بدنا نتكو. والله يا أولادي لو إنه رايحة على الحج
ما بنبسط مثل ماني مبسوطه هلا رايحه لعند ابني. اي والله العظيم معك حق يا مرت عمي، واخيرا واخيرا رايحين نكبس على سلفتي. لك انا والله خايف تغلطوه لاخي ومرت اخي، من كثر ما لهم بخ انا خايف يموتوا. لا اطمن ما راح يصير لهم شيء، بعدين روحتها لعندهم حتفيدهم كثير كثير. يا شلون يعني حبيبتي؟ مرت عمي رح نكسر الخوف بقلوبهم. ماشي يعني من شو بدهم يخافوا؟ لك الخوف من الصرف، لك من الصرف. لك بهي معك حق فيها، دخيل ربك دخيل ربك. عرفتي ليش انا بحبك؟ الله يخلي لي اياها. هلا بدنا نتسلى بسلفتك تسلايا غير شكل. والله الله يعينهم شو بصير فيهم. الله يعينهم الله يعينهم. امسكي امسكي يا تقبري امك امسكي، خلينا ناكل اكلات طيبه. لكان حبيبتي انت بدنا نشبع. لك شو عم تعملي انت؟ ليش عم تقطعي البقدونس؟ شو مرت عمي من فرحتها فينا ما عاد ميزت على قامتي بين السبانخ والبقدونس. سبانخ هي سلفتين. سبانخ سبانخ حبيبتي. بعدين خلص اطمني اطمني ما بيصير لها شيء. مسكي مسكي امي تاسي حساس الكاس. شفتي؟ مو هيك؟ بس ما تكوني زعلانه عليها يعني، ولا زعلانه انه نعمل صحن سبانخ هيك مع شويه لحمه مفرومه؟ ايه انا ما بعمله عندي بالبيت، بالعاده باكله عند العالم. معلش. ايه خلص تقبري قلبي، خلص هلا دارت الايام صرت تطبخيها عندي. لك بعدين نحن وجودنا بركه بهالشهر الفضيل. اي والله درر عم تحكي مرت عمي. لكن تقبريني بعدين اللي بيطعمي ربنا بيبارك له. يا على قامتي وخصك، كيف اذا كانت هيك مريضه ومكرسحه ما عم تقدر تتحرك؟ لك اجر عافيه سلفتي. روحي اللحمه صارت جاهزه عم تستناكي بالمطبخ. لك لك لا قوم يلا لا قوم دغري دغري يلا امسكي. لك الهي تتكسوري عن حقه حقيقي، بحط لك حمى رح موت من قهري. لا 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 اليوم بدنا ناكل سبانخ غير شكل. ولحمة لحمة لحمة يا سيدي لحمة. دخيل ربك شكرا على كرم الضيافة يا روحي انت. بتحبي اللحمة ولا لا؟ طيبة انا بحب السبانخ. سكي يا روحي سكي. هلا دوقي من تحت ايدينا. كان لو كنتي انا معها فايا كنتي انت طبختي لنا اياها. من بين ايديكي طيبة بتكون. شوفت عينك مرت عمي ما عم بقدر بتحرك. الله يعافيك يا رب. لك تعيشي وتاكلي سبانخ يا مرت عمي. لك الله يخلي لي اياك ويخلي لي ابني جابر. لك اوف ريحة لحمة ولا هالفلفل. قلبي عم يتقطع تقطيع يا جابر وانا عم شوفهم عم ياكلوا ويشربوا قدام عيوني ومن رزقنا. شو بدي اقول انا لك؟ شو بدي اقول وانا عم اموت 100 موتة لحتى اجيب هالرزق وشايفه عم يحترق بين اسنانهم؟ يا ربي دخيلك يا ربي دخيلك. اصعب لحظه بحياتي لحظه الفطور او السحور، بحس حالي هيك عم اتقطع تقطيع. حاسس فيكي حاسس فيكي لانه رب العالمين طعمنا نفس الشعور انا وياكي. لك يا ريتني متت، يا ريت الله من فوق اخذ امانته وما اقترح حتى الاقتراح. طب هلا مشي الحال ورطنا، شو الحل؟ ما بعرف ما بعرف ما بعرف. لكي 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 على منظرها ما احلى والنم. مرت عمي مرت عمي ابنك على هو الحكي اللي عم بيقوله لازم يكون معه ثروه على قد ما له بخيل. لازم لازم لك وين عم بيروح بيشربوا لازم يبعث لهم حمى هن الجوز. ما يعيشوا ويتنعموا، لشو ضمنانين هدول يعيشوا لبكره مثلا؟ لا والله يا بنتي لا والله ما حدا ضمنان حدا. فوتي تقبرين فوتي كمل الطبخة فوتي. يلا مرت عمي. لك اه بشوف ما يلا مرت عمي فوتي. لك ايه كمل الاكلات؟ لك يلا بلا لك انا بقطع بيتي هلا بشهي. يلا يلا شو حبيبتي كيف صرتي؟ ان شاء الله احسن احسن حال. مرت عمي فيكم تروحوا على بيتكم، ليتني ما احلامي ما قصرتوا كتر الله خيركم. لا يا اعوذ بالله شو عم تحكي؟ والله ما بنروح لتقيمي الشاش وتتحسني 100%. لك لك مرت اخي لك معقول نتركك ونروح على البيت وانت بهالحاله؟ لك بركي بدك شيء نحن بنساعدك. لكان لكان لك امي لكان تقبرني؟ يا مو الله يرضى عليك بتروح لعند اخوك جابر بتخليه يجيب لي كيلو لحمه بعظمه. عم تفهم؟ ايه من عيوني. بدي اعمل شاكريه ورز.
امرك يا مو. شو؟ وما جيب عماد مرت عمي؟ يا تقبريني، معقول الواحد يقول لضيفه ومجيب لي لوازم الطبخة؟ لا يا تقبريني لا، لك بتنفطحوا بين الحارة بتنفطحوا، ما حلوة عيب. لا تؤاخذينا مرت عمي، نحن فلسنا ما عاد عنا ولا قرش، بعدين بين الاخوة يعني ما في فرق ولو. تقبريني تقبري قلبي. يلا لكان لقوم انا اجيب اللحمات. ايه عود وين رايح؟ خلص مرت عمي بنعمل الشاليه بدون لحمه، بنجيب كوسه مقطعه. احسن هيك. لك يا جماعه شبكون، ما انتو صايلكم اسبوع فيكم تروحوا على البيت. انا صرت كثير منيحه مرت عمي. ها 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 ها. لا يا روحي لا، نحن حالفين يمين ما بنطلع من عندك لاخر الشهر الفضيل للطيبي. لا 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 لا، ما حذرتي بنا أساساً. أنا ما فيني شي، كذبنا عليكم أنا وجابر لحتى ما تكثروا غلبة وتجوا لعنا. أمنتوا وجيتوا على أكلوا شرب أكلوا شرب ليل نهار، يخرب بيتكم ما بتشبعوا، العمى بعيونكم ما بتستحوا، فلستونا أهرمتونا. شوفوها ها 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 ها، شوفوا بكل عمى بعيونكم، نروح بيوتكم بارح انجرح.